أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لابن الزكي ألا يا مهجة فطري عن الدموع وعيد من يا مقلة فجري يا سعد الله قلب السبط يبصره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر قد أحدقت فيه آلاف يصول بها كأنه أسد قد شد في حمري كأنما البيض أبكار تغازله وترتجي وصله باللمح بالبصري لم أنسه وهو في الهيجاء محورها وهو الذي أبدا لولاه لم تدري شبل الحسن في كربلاء زلزل الميدان ونادى الأعادي تعرفوني شبل عدنان جدي علي الكرار فارس بدر وحنين أبويا الحسن وامي الزهرة وعمي حسين ومن سطوة جيش الأعادي صار شطرين تيه صناديد لمية ورج الأكوان من صرخة جيش الكفر فر بلا شعور والخيل من كثر الطعن هامت بالبرور كم من بطلها ما بحد السيف مطرور كم من صريع في التريب بحد الأسنان
كم دارت عليه العدا ودوار عليها ترجع وراها خايفة من يشد بيها ومن صلة طير الفنا رفرف عليها يفترس من عسكار بني سفيان فرسان امدلل اي والله مدلل ولا باشر حرايب قبل هاليوم لكن فرع يتبع أصيل والأصيل معلوم لو ولد أبو طالب الناس جميعا لكانوا شجعانا أقوياء امدلل ولا بشر حرايب قبل هاليوم لكن فرع يتبع أصيل والأصيل معلوم بالجثث ضيق كربلاء وفاضت بالدموع ولا لنصير بحومة الميدان وعوان ينضم برمحة وسيفها البتار ينثور وقلبه بلاه بالعطش والشمس يسعر ورملة تناديه وعليه الجيش دوار لو تنفدي بالروح يا شمعة الشبان ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم ينبغي أن تكون الرسالة الإسلامية هم كل فرد منا يسخر كل طاقاته وإمكانياته في خدمتها يعيش من أجلها يسعى جاهدا في إيصالها إلى كل إنسان في هذا العالم وأن لا يقبل المساومة أبدا على دينه ومبدئه وعقيدته مهما كان العرض سخيا وهذا الدور لا يقتصر على فرد معين هذه مسؤولية الجميع وكل من موقعه يتحرك الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يؤتي أكله هناك شروط ينبغي مراعاتها نستفيدها من الكتاب والسنة أولا التوفيق بين القول والعمل المصلح عندما يكون قوله يتطابق مع عمله سوف يتجاوب الناس معه أما إذا كان فعله يناقض قوله سوف ينفر الناس منه يعتقدون بأن الفكرة
معروضة لم تطرح من أجل التطبيق، لأنها لم تغير من سلوك صاحبها، فكيف يطلب منها أن تغير من سلوك الآخرين؟ من هنا كانت الرسالات السماوية تستمد قوتها من جهتين، من جهة ما تحمله من قيم ومثل ومبادئ من شأنها أن تحقق السعادة للإنسان في الدارين الدنيا والآخرة، ومن جهة تجسيدها في حياة النبي وسلوكه وعمله. فلذلك قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بين دفتين دون أن يرتبط بحياة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن الإسلام ليحقق ذلك الانتصار الكبير وينفذ إلى قلوب الآلاف من الناس في فترة قصيرة، ولكن الناس كانوا يستمعون إلى آيات القرآن من فم المصطفى صلى الله عليه وآله، وفي ذات الوقت يرون بأم أعينهم أخلاق القرآن متجسدة في كل مفردة من مفردات حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن. القرآن الكريم يبين لنا مدى تأثير أخلاقه صلى الله عليه وآله في الآخرين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينعته الرب جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يركز الإسلام على جانب القدوة بالإضافة إلى جانب التبليغ والرسالة فيما يخص النبي صلى الله عليه وآله. اعتبر فعله وتقريره سنة كما اعتبر قوله سنة. وعندما يركز الدين على هذا الجانب على جانب القدوة، هذا ماذا يعني؟ أنه ينبغي على كل واحد منا على كل فرد من أفراد المسلمين أن يقتدي بنبيه حتى يكون عمله دعوة كما يكون قوله دعوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتأديب نفسه، ومؤدب نفسه أحق بالإجلال والاحترام من مؤدب الناس ومعلمهم. الله عز وجل يذم الذين يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن نلاحظ أن الأساليب العملية تؤثر في الآخرين أكثر من الأساليب البيانية. ليش؟ من يستمع إلى خطاب إنسان يكون في حالة نفسية يشعر بالقلق بالاضطراب بالخطر على قناعاته السابقة، أما بالنسبة إلى الأساليب العملية تقتحم عواطف الإنسان مشاعره أحاسيسه دون هزة عنيفة. والشواهد على هذه الحقيقة كثيرة، نكتفي بشاهدين. الشاهد الأول في أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال صحب أمير المؤمنين سلام الله عليه ذميا. الذمي يسأل الإمام يقول له أين تريد يا عبد الله؟ قال أريد الكوفة. لما عدل الطريق بالذمي عدل معه الإمام، قال له ألست قد زعمت أنك تريد الكوفة؟ قال له بلى. قال له فقد عدلت عن الطريق؟ قال قد علمت. قال له ليش عدلت عن الطريق؟ قال له هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئه إذا فارقه، بهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله.
قال ها هالشكل تبعه من تبعه لكرم أخلاقه، فأنا أشهدك أني على دينك. في هذه الرواية لو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه استعمل كل فصاحته وبلاغته مع هذا الرجل وهو سيد الفصحاء والبلغاء والمتكلمين، يمكن ما راح يصل إلى نتيجة. لكن خلق إسلامي واحد خلاه يدين الله عز وجل بدين الحق. الشاهد الآخر في أصول الكافي أيضا هذه الرواية، زكريا ابن إبراهيم كان نصرانيا أسلم، حج في تلك السنة، دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال مولانا إن أبي وأمي وأهل بيتي على دين النصرانية، وأمي مكفوفة البصر عمياء، أكون معهم آكل في آنيتهم، ماذا تقول؟ قال الإمام يأكلون لحم الخنزير؟ قال لا ولا يمسونه. قال لا بأس في ذلك. وأوصاه أن يبر والدته، إذا ماتت يجهزها يصلي عليها يشيعها ويدفنها. وقال بعد لا تخبر أحدا أنك جئتني حتى تأتيني بمنى. يقول دخلت على الإمام الصادق بمنى والناس حوله كأنه معلم صبيان، هذا يسأله وذاك يسأله. رجع إلى الكوفة، قام بمدارات أمه، يسعى في حوائجها، يطعمها بنفسه، يغسل ثيابها. استغربت، قالت لي يا ولدي ما هذا الذي أراه منك منذ أن هاجرت ودخلت في الحنيفية؟ ما كنت تفعل معي هذا لما كنت على ديني؟ قال إلها رجل من ولد نبينا أمرني بذلك. قالت لا هذا نبي. لا مو نبي، لا نبي هذا. ليش؟ لأن هذه وصايا الأنبياء. قال إلها ليس بعد نبينا نبي، وإنما هو جعفر ابن محمد الصادق من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت يا ولدي دينك خير دين، علمني إياه. علمها، أسلمت. صلت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، عرض لها عارض، مرضت المسكينة، دعت ولدها، قالت إله أعد ما علمتني نارا، أعاد عليها، أقرت به، فاضت روحها، ماتت. صار الصباح، أعلم المؤمنين بوفاته، اجتمعوا، جهزوها، صلى عليها، دفنها كما أوصاه الإمام سلام الله عليه. إحنا نعرف أن الكبير السن خاصة إذا كانت عجوز، وإيش تسويها أنت؟ لو تجيب إلى 1000 دليل من الكتاب والسنة خلاف ما تعتقد ما راح تتوصل إلى نتيجة. لكن المعاملة الطيبة، الأخلاق الإسلامية، حولها رأسا على عقب. فهذا مدى تأثير الأساليب العملية في الآخرين. ثانيا العزيمة، الإرادة، الإصرار حتى تحقيق المطلوب. شوفوا أخواني، الدعاة، العلماء، الحقوقيون، من قبلهم الأنبياء، الأوصياء، يتعرضون إلى كثير من الأزمات، العثرات، العقبات، لأن هذا الطريق مو طريق معبد بالورود، طريق ذات الشوكة. وإذا بأولئك الذين يسعون في إصلاحهم وإنقاذهم يقفون حجر عثرة ويتحدونهم بشتى الطرق والأساليب، يتعرضون إلى الإهانات، الشتيمة، إلى السجن، التعذيب، النافي، التصفية، القتل. فهذا قد يتخلى عن المسؤولية ويترك الساحة.
القرآن الكريم صور لنا هذه الحالات من خلال التوجيهات الإلهية التي كانت تلاحق النبي صلى الله عليه وآله لتسدده في دعوته. بعض الآيات تحمل صورة لحالة من الضيق الذي يشعر به النبي صلى الله عليه وآله بسبب التمرد والطغيان. فلعلك تارك، لاحظ الآية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. كان النبي يتعرض إلى اقتراحات تعجيزية من قبل المشركين، هدفهم من وراء ذلك مو حتى يقتنعوا بالإسلام وبصدق النبي صلى الله عليه وآله، معاجزه كثيرة كافية، هدفهم من ذلك أن يشغلوا النبي عن مهمته الأساسية التي بعث من أجلها. يعني يتحول إلى شخص ليس له شغل إلا تلبية رغباتهم ومطالبهم المزيفة. فكان يضيق صدر النبي، يتأذى كثيرا النبي صلى الله عليه وآله. يجي القرآن الكريم يقول له يا رسول الله أنت أديت الأمانة، بلغت الرسالة على أكمل وجه، والإنسان إذا أدى واجبه كما ينبغي فليعترض من يعترض، فإن ذلك لا يشكل أي قيمة في حساب رب العالمين. بعض الآيات الأخرى تحمل صورة لحالة من الحزن الذي يعتري النبي صلى الله عليه وآله بسبب شنو؟ الكفر وعدم الإيمان. النبي بعث رحمة للعالمين، يحب يريد الخير، النجاة لكل إنسان يسوءه إذا يشوف واحد على ضلال معتكف على عبادة الأصنام والأوثان. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا رسول الله أنت حزين الويش لأنهم كذبوك مثلا، تكذيبهم إليك وتكذيب لله تبارك وتعالى، لأنك سفير الله في أرض، أنت حزين لأنهم لم يعتنقوا الإسلام، ما يستحقون من عندك هاي العاطفة الجياشة، هم اختاروا هذا الطريق بمحض إرادتهم، استحبوا العماية على الهداية، وش تسوي وياهم؟ خليهم. كل دعوة، كل حركة، ثورة تستهدف عملية التغيير في الأمة، تريد تنتشلها من واقع سيء إلى واقع أفضل، نجاحها وفشلها منوط بعدة عوامل، ظروف موضوعية تؤثر في ذلك. البيت له دور، التربية لها دور، الثقافة لها دور، الإعلام، المدرسة، البيئة، الأصدقاء، كل ذلك لهم دور في نجاح القضية وفشلها. العمل إذا كان داخل نطاق قدرة الإنسان أن أقدر أسوي، هو اللي يثير اهتماماتي وانفعالاتي، أما إذا كان خارج نطاق قدرتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت في البيت، في بيتك تسعى جاهدا على أن تربي ابنك التربية الصالحة اللي يريدها من عندك الإسلام أولا وقبل كل شيء، تهيئ المحضن النظيف، الأم العفيفة، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدم، وما خضراء الدم يا رسول الله؟ قال المرأة الحسنة في منبت السوء. الرجال يختار المرأة العفيفة، والمرأة أيضا تختار شريك حياتها اللي يتصف بالأخلاق، بالأخلاق الفاضلة. ثم ينشأ هذا الطفل، تتفتح مشاعره، مداركه، ترغب أنت على ارتياد سبل الخير بأنواع المشوقات، بأنواع المرغبات، وتفرض رقابة على كل حركة من حركاته، على نشاطاته، تشوف شنو يلبس، اللباس اللي لبسه لباس محتشم يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا مع ديننا. لو لا، عندما يروح إلى الحلاق يقص شعر رأسه بيا طريقة على طريقة الغرب، حرام
حرام لا يجوز أن نتشبه بأهل الكفر والإلحاد في المظهر والسلوك. لما أن يرجع إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل، خذوا فغلوه وزرع الله على الله جودته جودته، تعال أنت قضيت وقتك في وشد من مكان إلى مكان، من شارع إلى شارع، في أمور تافهة، الوقت ثمين إن لم تقطعه قطعك. شنو يشاهد على شاشة التلفزيون من برامج، مسلسلات، أفلام، وش من مواقع يتصفح على شبكة الإنترنت؟ أنت عليك أن تسعى، لكن هناك عوامل قد تكون أقوى مني ومنك، خاصة في زماننا وما أينما تولف ثم الأهواء والإغراءات، والقابض على دينه كالقابض على جمرة، قد ينحرف ينجرف مع التيارات المادية. أنت إذا أديت دورك كما ينبغي معذور أمام الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا، عدم التنازل عن الموقف، عن المبدأ. بعض الناس لضعف إيمانهم يتنازلون، يتنازلون لخصوم العقيدة، شوف لأسباب متنوعة، إما عن رغبة وإما عن رهبة. أنت ما دام معتقد بحجية ما تدعو إلى بصحة ما أنت عليه، ما يهمك قول القائل وعتب العاتب. احنا فيها شوف اعداء الاسلام يشنون حملات دعائيه عدائيه ضد مقدساتنا، وكل شويه يشككون لنا في احكام الاسلام. هم ما يدركون الابعاد الروحيه المعنويه العرفانيه اللي تنطوي عليها العبادات. يقول لك مثلا الحج هذا وش؟ كل سنة ورايحين المسلمين وينزعون ثيابهم، يطوفون حول حجرة ويقفون في عرصة في صحراء، يعانون من حرارة الجو أو من برودته، هذا خرف وجنون. صوم شهر رمضان، يقول لك الصوم يشل من النشاط الاقتصادي، من الإنتاج. المرأة لما أن ترتدي الحجاب، هذا تخلف يؤدي إلى الكبت والحرمان، هذا تقييد للحريات. الاستنجاء بالماء بعد الخبث، هم ما عندهم شيء في قاموسهم اسمه نجاسة، يقضي حاجته ويقوم. مرحاض صغير بين فخذ بل قل كبير. الاستنجاء بالماء بعد الخبث يقول لك هاي رزالة وكسافة. لما أن تحيي ذكرى العظماء، ذكرى الحسين سلام الله عليه، هالأيام إحنا طيلة هالشهر محرم وصفار، المآتم على قدم وساق من 10 إلى 10. إحياء ذكرى العظماء رجعية، تسجد على التربة الحسينية، زور قبور الأولياء والصالحين، شرك وهلم جر. يعني أنا أتجرد من ديني وأتجرد من كل شيء حتى أكمم الأفواه، حتى لا أصاب بالحرج. القرآن عالج هذا الموضوع من خلال حديثه مع النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يعيش الصراع المرير مع أهل الكتاب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ظاهر الآية الكريمة تحذر النبي صلى الله عليه وآله من أن يتبع أهواء أهل الكتاب. ليش؟ أولا لأنها لا تكون إلا في طريق الانحراف، في طريق الضلال. ثانياً، الغاية التي كان يتوخاها النبي من وراء ذلك كما يقول بعض المفسرين، كان النبي حريص على إرضائهم حتى يدخلوا في دين الإسلام وما يكيدون إلى الدين. الغاية التي كان يتوخاها النبي من ذلك لن تتحقق أبداً، لأن عداوتهم ويا النبي مو عداوة شخصية، خلاف فيه
مسائل مالية وفي أمور عادية، حتى إذا تنازل النبي عن بعض الجزئيات يمكن يرضون عنه. عداوتهم وياه عداوة مبدئية، هذا العداء قائم ما دام شف الوجود اسمه إسلام. فلذلك نفت الآية رضاهم عنه نفيا مطلقا، ولن ترضى، لن تفيد النفي المؤبد. سؤال يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وهو المعصوم أن يتبع أهواء المنحرفين والعياذ بالله؟ الجواب مثل هذه التعبيرات تتكرر في القرآن الكريم، ولا يتعارض ذلك مع مقام العصمة الشامخ الثابت لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أولا الجملة في الآية جملة شرطية، ولئن اتبعت أهواءهم، الجملة جملة شرطية، والجملة الشرطية لا تدل على تحقق الشرط. أنت لما تقول إن جاءني فلان زيد من الناس، فلان من الناس، إن جاءني فلان أكرمته، لا يدل على أن زيد إجا وحصل التكريم. ثانيا العصمة، عندما نقول النبي معصوم الإمام معصوم، العصمة لا تسلب من المعصوم الإرادة والقدرة على اقتراف الذنوب. لو يريد يسوي يقدر، لكن شنو اللي يمنعه؟ الذي يمنعه علمه، الذي يمنعه إيمانه العميق بالله عز وجل، شدة خوفه من الله، تعلق بعالم الملكوت. مثل ما أنت ما تفكر أبدا في أكل السموم والخبائث والقاذورات، المعصوم هالشكل ما يفكر، فضلا عن أن يقدم على مخالفة شرعية. لو تقول له ويش المعصية، يقول لك المعصية شنو؟ ما أدري أنا شنو المعصية، مخالفة شرعية شنو ما أدري. فتكون هذه التعبيرات منسجمة مع شأنهم عليهم السلام. ثالثا هذا الخطاب وإن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون موجه لمن؟ إلنا إحنا، لعموم المسلمين. يا مسلمين احذروا، احذروا من أعداء الإسلام اللي يحيكون المؤامرات ضدكم ليل ونهار. تعال شوف حالتنا، احنا مو تنازلنا عن جزئيات، عن كليات أساسيات، عن قضية الأم مثل ما يقولون. في الوقت الذي تحتل الأرض ويهدم المسجد الأقصى، تستباح الحرمات، تسفك الدماء، يهجر الأبرياء، تأتي عمليات ودعوات التطبيع مع الدولة اللقيطة. الإصلاح مرة يكون بصورة إيجابية بالكلمة الهادفة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بإلقاء الخطب، بالقلم السيال، تأليف الكتب، وكل من موقعه، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة، المرئية، المسموعة. ومرة يكون الإصلاح بصورة سلبية بالمقاطعة اجتماعية، أعيتنا السبل ويا هذا، مرة مرتين ثلاث، ونعرف أن هذا الأسلوب يجدي مثلا المقاطعة، عدم السلام عليه، بانتعاض الوجه أمامه حتى يؤوب إلى رشده. ومرة يكون الإصلاح بالدم، القضية تحتاج إلى تضحية، فداء حتى تنتعش. عودا على بدء نقول، هذا الدين تعب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، تعب عليه أئمتنا عليهم السلام، سفكت دماء من أجل ترسيخ دعائم الدين. فيجب أن يكون الدين همنا نضحي من أجله بالنفس والنفيس، ولنا بشهداء الطف التأسي. بعضهم لم يبلغ الحلم، لم يجري عليه قلم التكليف سبحان الله،
ولكنه تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية يعجز عن حملها الرجال أشد، كالقاسم ابن الحسن عليهما السلام. يقول للإمام الحسين: كيف تجد الموت؟ قال: فيك يا عم مو كل موت ممدوحة، من أجل الدين فيك يا عم أحلى من العسل. لما رأى عمه الحسين وحيد لا ناصر له ولا معين، يستغيث: أما من ناصر؟ أما من راحم؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ إجا القاسم يطلب الرخصة من عمه الحسين سلام الله عليه. قال: بني أنت من أخي علامة، أرجع أريد أن أتسلى، أن تبقى حتى أتسلى بك. مرة مرتين ثلاث أخذ يلح على عمه الحسين عليه السلام فلم يجد بدا من إجابته. قال له: بني أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين. عندئذ ألبسه أثوابه كهيئة الكفن، قلده سيفه، ألبسه لامة حربه بنفسه الحسين يلبس القاسم، ثم ضمه إلى صدره ضما شديدا حتى وقع على وجه الأرض مغشيا عليهما. أفاق من إغمائهما، ودعته أمه، ودعنه النسوة، وانقلب إلى الميدان يقاتل أعداء الله، وما هي إلا ساعة وإذا به قد سقط صريعا مدرجا بالدماء مناديا: عم حسين عليك مني السلام أدركني. انقض الحسين عليه كالصقر المنقض على فريسته، وجه بسيفه ضربة لقاتل القاسم، اتقى الضربة بيده أطنها من المرفق، صاح صيحة منكرة، حمل أهل الكوفة لاستنقاذه، استقبلته الخيول بصدورها، طحنته بحوافرها، وعجل الله بروحه إلى النار. من كشفت الغبر إلا والحسين عند مصرع القاسم وهو يحفص الأرض برجليه، والحسين ينادي: بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، بعدا لقوم قتلوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك. هذا والله يوم كثر واتره وقل ناصره. حمله قاصد به إلى المخيمات. يقول حميد بن مسلم: رأيت رجلي الغلام تخطان الأرض، قلت: سبحان الله، أيكون أطول من عمه؟ حققت النظر وإذا الحسين محدود بالظهر من شدة المصيبة. الله يساعد قلبك يا أبو علي، كم مصيبة بقلبك. أقبل به إلى خيمة الشهداء، طرحه إلى جنب ولده الأكبر، جلس بينهما ترى ينظر إلى الأكبر ينادي: وولدا وأخرى ينظر إلى القاسم ينادي: وقاسم يا نياحة نواعي وين ما قاعد بأن بآهات يا ولي جاب ومدده ما بين خوته. أخاك يبكي
عليهم وهم موتى. يا ويلي سمعنا النسوان صوتا اجت أمة تصيح الله أكبر يا شبان يا نجوم المخيم يبدو أسبحت في بحر دايم بالله يا هوى الغربي تنسم 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 بل تفوح عنهم جمرة الحر. يقول أرباب المقاتل أطال الحسين رملة وينها واقفة على باب الخيمة. إجت إلى زينب أريد أن أرى ولدي أريد أن أودع الولد. جاءت زينب كأني بها وضعت يدها على كتف الحسين. أبو علي عز عليك فراق الأحبة الله يجبر مصابك ساعد الله قلبك. الأم الحنون الأم الفاقدة تريد وداع ولدها. قام الحسين يكفكف عبرات بمنديل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صبرا أهل بيتي صبرا بني عمومتي لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. دخلت رملة على أثرها دخلت ليلى هذه بعد فاقدة رملة وحيدها القاسم ليلى وحيدها الأكبر. فألقت كل ذات حبيب بنفسها على حبيبها ليلى على الأكبر رملة على القاسم. شلون مشهد يا ويلي طبا من طلع من خيمة حسين وما تدري صايح قبر منين حقهن لو بجان ويملن العين. كل واحدة وليها مددينا رملة صيح يا ولدي يا جاسم بدال العرس على تربى النايم. تريد لي من الحرب بني تسلم لان جسمك بدم مخضبين والاكبر يا مالي لا تصيح يا ابني ترى حالك مراد قلبي وشتلني
ما تسمع يا بعد الروح وني أظن النفس قلبك قاطعين شبابي بدور ما وصلوا العشرين. آه يا شيعة كم شهيد عندكم في مقتبل عمره في زهرة شبابه. نسأل الله عز وجل أن يحشرهم مع أنصار الحسين. شباب بدور ما وصلوا العشرين وكل واحد من أمه فرق البين رملة تصيح. اسمع اسمع صرخة رملة. رملة تصيح جاتنا كربلا مني عشالي الطفل يا ليلة عشالي الطف يا ليلة ما لفين البيت وأسألك الدعاء. هذا الشاعر ما أدري ما يقصد بس شهداء الطف كل شهداء الإسلام وإن شاء الله ثواب هالبيتين إلى شهدائنا. شباب بدور وبدمهم تحنى تحنى يا 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 وبلذة الدنيا ما تنى على موت الشرف والعز تعنى وتعنى يا يا ولا ذلة ولا عند ابن الدعية أطفالهم بلغوا الحلم لقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء. يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال انصر الإسلام والمسلمين اخذل الكفر والمنافقين شافي المرضى من المؤمنين لا سيما المنظورين من عليهم بالشفاء العاجل من كان فينا طالب حاجة اقض حاجته فرج عن إخواننا المعتقلين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا المؤسسين تقبل عملهم جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا واهد ثواب مجلسنا هذا إلى روح الحاج علي عبد الشهيد وابنته إلى روحيهما إلى أرض